زملائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله وبياكم أينما كنتم في محاضرتنا الثانية في مؤتمر الآيدك مع زميلنا العراقي الدكتور أحمد حميد. تحية طيبة ليه ولكل زملائنا وأهلنا في العراق، وتحية طيبة لكل متابعينا من كل البلدان العربية أينما كانوا. جزاكم الله كل خير لوجودكم معنا، وإن شاء الله يا رب يكون هذا البث وهذه المحاضرات في ميزان حسنات كل المحاضرين وميزان حسنات الجميع. شكرا لك دكتور أحمد على وجودك معنا في هذا اليوم يا حبيبي. حبيبي دكتور نبراس الجميل، شكرا جزيلا على المقدمة الطيبة. رمضان كريم طبعا على جميع زملائنا أطباء الأسنان بالوطن العربي، يا رب يبلغكم الشهر وقبول الطاعات. شكرا مرة ثانية دكتور نبراس على هذا العمل العظيم والجبار، وعلى جمعك لهذا العدد الكبير من الدول العربية على منصة واحدة بمؤتمر واحد بكورس مجاني يقدم بهذا الشهر الفضيل، حتى نكون حلقة تواصل علمية نقدم فيها ما أمكن من الخبرات اللي اكتسبناها والعلم اللي تعلمناه. فشكرا لك وعاشت ايدك مرة ثانية حبيبي دكتور نبراس. جزاك الله كل الخير يا غالي، جزاك الله الله كل يخليك. الخير. دكاترتنا خلال لحظات بإذن الله نبدأ محاضرتنا. الدكتور أحمد من الناس الموجودة معنا في المؤتمر السنة اللي فاتت القائم في شهر رمضان المبارك، والحاليا موجود معنا برضو، ومن الناس اللي إضافته كانت جدا جميلة، ومن الناس الكفؤ اللي من العراق العظيم اللي يشتغل في شغل إندو جبار، وحبيت إنه يشاركنا ببعض من خبراته عن ما يتعلق بالأكسس أوبننج. وناخذ افتتاحية صغيرة مع بعض في خلال دقيقة ليصل البث لأكبر عدد من الناس، مشاركات لهذه الحلقة لتصل للكل، وبإذن الله نبدأ في خلال دقيقة إن شاء الله. وهيك نقدر نقول ان محاضرتنا الاولى تبدا باذن الله.
آه دكتورنا العظيم دكتور أحمد، شكرا لك يا صديقي لوجودك معاي اليوم، وليك المساحة وليك المايك فيما يتعلق بمحاضرتك. تفضل يا دكتور، على بركة الله. حبيبي نبتدي على بركة الله. شكرا جزيلا لك دكتور نبراس الدهاش حبيبي الغالي من ليبيا العزيزة. السلام عليكم أطباء أسنان في جميع أنحاء الوطن العربي، رمضان كريم. اليوم المحاضرة اللي راح نبلش بيها هي محاضرة تقريبا بيزك بالاكسس كافيتي بريبريشن. سابقا انا ودكتور نبراس دهاش قدمنا محاضره ايضا شويه مفصله عن الاكسس كافيتي بريبريشن، لكن اليوم حبينا انه نحاول تكون الاكسس اوبننج كديسكشن. تطرحوا لنا الاسئله بالتعليقات، المشاكل اللي تواجهكم، واحنا نحاول ان شاء الله بعد ما نخلص المحاضره اذا كان في وقت نجاوب بها بالمباشر، واذا ما كان اكو وقت راح نجاوبها على الماسنجر او برسائل خاصه ان شاء الله. نبتدي على بركه الله. Steps for an ideal access cavity preparation. مبدئيا انا الدكتور احمد حميد الحران من العراق، طبيب اسنان ممارس باشنيتد بالاندودونتيك تريتمنت في مجال طب الاسنان بشكل عام. احب تخصص الاندو فقط. جزء من منظمه The Grandios Dental Alliance، منظمه شكلناها احنا مجموعه اطباء اسنان تهدف الى نشر العلم وراء العمل، يعني شنو الساينس بيزد بيهايند الاستراتيجي. طبعا كل الشكر لدكتور نبراس على اقامته هذا المؤتمر العملاق صراحة والمتعب صراحة، لأنه راح يكون كحلقة كبيرة جدا تضم عدد كبير جدا من أطباء الأسنان، وعدد ويشاركنا بها عدد كبير من المحاضرين الرائعين. طبعا مشكورين لنقل خبرتهم لنا، وحتى نقدر انه نمارس العمل بالعياده بشكل اسهل وعلمي اكثر وصحيح اكثر، وهذا عشمنا طبعا بالجميع ان شاء الله. كأول سلايد بالمحاضرة نحب نعرف الأكسس كافيتي بريبريشن، لأنه دائما الصورة الذهنية عن الأكسس كافيتي بريبريشن هي تشامبرز ومع كانال أورفيسز. الأكسس كافيتي بريبريشن هو يعني يحتمل على جانبين، يعني الجانب الأول هو الكورونال بارت والجانب الآخر هو اللي الأورفيس والكانال. الكورونال بارت هو الجزء اللي متعلق بإزالة الكاريز and الكافيتي ديزايننج، يعني جزء الكراون يبتدي كمرحلة أولى بالخطوة الأولى بالأكسس كافيتي بريبريشن هي إزالة الكاريز من الكورونال بارت، وبعدها عملية ديزايننج للكافيتي، وبعدها ندخل للتشامبر ونشيل البالب تشو، نبحث عن القنوات ونعمل عملية فليرنج للأورفيسز، تمام مثل ما واضح بصورة الباك جراوند. الايديال اكسس كافيتي بريبريشن حتى تكون الاكسس كافيتي بريبريشن تبعك صحيح مضبوط 100%، لازم يكون عندك هاي الخطوات، على الأقل تكون هاي الخطوات متوفرة حتى يكون عندك الأكسس صحيح، وبالتالي المعالجة صحيحة، المعالجة أسهل، المعالجة راح تكون بمشاكل أقل. بالخطوة الأولى all the caries should be removed، يعني في أغلب الحالات أشوف كيسات تنشر على السوشيال ميديا، طبيب الأسنان لما يعالج السن اندودونتيكالي يترك كاريز بالكورونال بارت. هذا الشيء غلط لعدة أسباب. أولا هو ممكن يكون مصدر للإنفكشن، مصدر راح يترك لك بكتيريا ترجع تسوي لك إنفكشن مرة أخرى في حال أنه أنت راح تكمل البروسيس على أكثر من ستيج. فإزالة الكاريز بشكل كامل هو مهم جدا من ناحية إزالة جزء كبير من الانفكتد ليجن، وأيضا يحدد لك هل إمكانية الريستورابلتي لهذا التوث. فأول خطوة أنه أنت بالأكسس كافيتي بريبريشن نو كاريز شود بي ريموف شود بي ستيت.
نو اندرمايند انيمال في حال انه احنا زلنا الكريز بشكل كبير وبقى عندنا انسبورتد انيمال. هذا الانسبورتد انيمال يفضل انه ينشال، لانه في حال انه انت راح تكمل على اكثر من فيزيتس ممكن هذا الانسبورتد انيمال راح ينكسر، ممكن ريفرنس بوينت مالتك راح تضيع، ممكن يسبب لك ايضا سكندري فراكتشر او انيشيشن للكراك، وبالتالي راح تسيء عندك المعالجه. فيفضل ازاله الاندرمايند انيمال او الانسبورتد انيمال في حاله انه احنا قاعد نعمل اكسس كافيتي بريبريشن. فولو ذا تشامبر ماب، كل سن الله سبحانه وتعالى خلقه الى تشامبر شكل معين للتشامبر مالته. المولرز لها شكل معين للتشامبر، البريمولرز لها شكل معين للتشامبر، السنترالز، الكينينز، كل سن من الاسنان اللي موجوده هي لها شكل تشامبر خاص بها. هذا الشكل التشامبر هو جزء تشريحي، جزء من الاناتومي مالت السن. الواجب علينا انه احنا نحفظ هذا التشامبر مال هذا السن حتى يسهل علينا عمليه الديتكتنج، عمليه الاكسس اوبننج. Remove all the chamber roof. غالبا اغلب اخطاء الاكسس كافيتي بريبريشن تصير في عمليه ايجاد القنوات، او في حال ازلنا الكريز راح يظهر عندنا مثلا البلب هورنز بالبدايه، وراح يصير عندنا يعني مس اندرستاند هنا انه هل هاي قناه او هل هو هذا بلب هورن، وبالتالي ما راح يكون الاكسس كافيتي مالتنا صحيح. دائما دائما لازم انشال الروف بشكل كامل. يعني اذا تركنا روف التشامبر موجود راح يصير عندنا خلل في عمليه الكليننج، خلل في عمليه ايجاد القنوات، خلل في عمليه التنظيف والاوبتريشن واكمال المعالجه بشكل كامل. فلازم التشامبر روف should be removed completely. Have a straight view on the canals. Straight view اول شيء هي راح تعالجك psychologically. لما انت تقدر تشوف الشامبر بشكل كامل directly، تشوف كل التفاصيل كل التضاريس، هذا الموضوع راح يسهل عملية المعالجة نفسيا، لانه انت شايف كل شيء، ممكن حتى يقلل حاجتك للماجنيفيكيشن في حالات معينة. انت اذا شايف كل شيء بعد راح يكون مجرد خطوات، مجرد توثيق خطوات او عمل خطوات. فالستريت فيو هو جدا مهم من ناحيه سايكولوجيكالي، وايضا مهم من ناحيه الفايندينج كانلز، ومهم من ناحيه انه الشيبينج. خلال عمليه الشيبينج ما راح اسلط ان وونتد بريشر اون ذا فايل فروم ذا كورونال بارت، لذلك الستريت فيو مهم جدا. ستريت انترانس اصلا للكنال ايضا مهم جدا في عمليه الاكسس كافيتي بريبريشن. ريموف اول ذا بلب تشو، لا تترك بلب تشو دائما بعد ما تعمل عمليه، خصوصا في اذا كنت راح تعمل مثلا ايمرجنسي اكسس اوبننج. ريموف اول ذا بلب تشو، لانه هذا البلب تشو في حاله انه كان السن نيكروتيك ريفرسبل بوبايتس او انفكتد، اذا تركته راح يكون سبب ايضا باستمرار عملية الانفكشن داخل القنوات، وبالتالي راح يعني يصعب عملية الكلينينج بالجلسة الجاية. فإذا أنت أصلا من الجلسة الأولى أزلت جزء كبير من البلب تشو، أنت أيضا مع إزالة هذا البلب تشو جاي نزيل جزء كبير من البكتيريا، وجاي نزيل جزء كبير من الليجن، وجاي نزيل جزء كبير من الانفكشيوس تشو أو الانفكتد تشو، وبالتالي راح تكون العملية ديس انفكشن أسهل بالجلسات القادمة. طيب، حتى أرجع أوضح بطريقة كاملة، محاضرة اليوم هي ستيبس، ونتمنى انه تكتبون مشاكلكم حتى نجاوب عليها، ويكون الموضوع بطريقة الديسكشن، لانه طريقة الديسكشن تكون مثمرة اكثر، نعرف مشاكلكم ونجاوب عليها. انا اللي راح اسوي لكم اياه هو ستيبس للايديال اكسس كافيتي بريبريشن، واتمنى اسمع منكم مشاكلكم ونجاوبها. فيرست ستيب، انالايز الراديوغراف.
مهم جدا طبيب الاسنان اليوم لما يقرا الراديوغراف لا يقراها انه هي كاريز داخل التشامبر وفقط خلاص انه الموضوع عنده، او الكاريز ما وصل للتشامبر انه خلاص ممكن هذا يكمل فقط بريستوريشن. الراديوغراف should be analyzed، analyzed coronally وanalyzed radicularly. يعني لما انا اباوع لما اشاهد هذا منظر الابر فيرست مولر راح اشوف اكو عندي كورونال بارت اللي هو برا البون، وايضا عندي راديكولار بارت اللي هو داخل البون. الكورونال بارت بالاكسس كافيتي بريبريشن مهم جدا عندي، ليش؟ لانه ينطيني تصور على حجم الليجن، كاريوس ليجن اللي اقصده، يعني كاريز، حجم الكاريز من وين يبدي وين ينتهي، شكل الكاريز وين، ايش قد مغطي من التشامبر، وين ممكن اوصل بمرحله الازاله واتوقف. يعني اذا الاحظ هذا السن اللي موجود امامي كاريز ليجن موجود ميزيالي مغطي تقريبا ثلاث ارباع تشامبر، يتسع يتقدم باتجاه الدستل لحد منتصف السن ويتوقف. هذا المنظر، هذا السن راديوغرافيكالي راح ينطيني رؤية أولية أنه أنا من وين راح أبدأ بإزالة الكريز، وين راح يصير عندي أول إكسبوجر على الشامبر، من أي منطقة. إذا تلاحظون بالأكس راي البلب هورن ميزيالي هو أول منطقة صاير بها إكسبوجر من الكريز. فلما أجي أسوي أنالايزنج للراديوغراف راح يسهل عملية الأكسس كافيتي إذا نقلت التحليل مالتي من الراديوغراف للكلينيكال بارت. يعني انا لما حللت حجم الليجن وحللت اتجاه الليجن وحللت اول اكسبوجر وحللت من وين راح ابدي وين راح اوقف بالريموفال اكستنشن مالت الكاريز، هنا أنا لما اجي اطبق الخطوات على الكلينيكال بارت راح يكون الموضوع اسهل. هذا هو نفس السن اللي موجود كان بالراديوغراف. اذا لاحظ ميزيالي ديب مارجن، اول شيء انا راح ابدي به هو الميزيال مارجن. دائما ابتدي بالمنطقه اللي بيها كاريز بي المارجن، ليش؟ لانه هذا راح يحدد لك صعوبه الريستورابيلتي، راح يحدد لك امكانيه الريستورابيلتي، هل راح نقدر نرفع المارجن، هل راح نقدر نسوي ريستوريشن بعد ما نكمل عمليه الاكسس او الاندودونتيك تريتمنت، شنو راح نحتاج، مجرد فولينج او راح نحتاج اندايركت. او دائما ابتدي من مرحله من منطقه المارجن بعمليه كاريز ريموفال، ابتدي من منطقه المارجن. واذا لاحظ يعني الانالايزنج اللي سويناها على الراديوغراف لما نجي ننقلها للكلينيك، طبعا هاي الصوره هنا راح توضح لك المارجن بعد ما كان عندي واضح راح يكون هذا السن ريستورابل وراح يكون ايزي وراح يكون ايزي ايضا بالايزوليشن وايزي بالباند بليسمنت. فلما اجي انقل التصور اللي صار عندي من الراديوغراف انه انا عندي سيركل من الليجن يبدي ميزيالي وينتهي لحد منتصف السن تقريبا لحد الاوبليك ريدج، ويعني ما راح احتاج اعبر اكثر من الاوبليك ريدج، وهو غالبا الابر مولر ما تحتاج تعبر الاوبليك ريدج بعمليه الاكسس كافيتي بريبريشن. نقلنا الصوره اللي كانت موجوده بالراديوغراف نقلتها ايضا للكلينيك، فانا هسه مجرد هي بير تاتش ابدي اشيل الكاريز من المناطق اللي موجوده وابدي اسوي ريفايننج وانتقل لمرحله الديب بنتريشن حتى اوصل للتشامبر، وبالاخير راح يصير عندي ريموفال العفو اكسبوجر لاول هورن اللي هو ميزيالي مثل ما كان واضح عندنا بالاكس راي، راح يصير عندي اكسبوجر وبالتالي انا راح اعرف انه هاي المنطقه هي بلب هورن لانه كانت واضحه عندي بالاكس راي انه الكاريز واصل للبلب هورن وليس للفلور. اكو في حالات معينه انه الشامبر يصير كالسيفايد، فتقريبا ايجاد الروف عن الفلور شيء صعب جدا، لكن لما سويت انالايزنج وكان عندي اكو مسافه بين الروف وبين الفلور مالت الشامبر واكو كاريز، يوجد كاريز مسوي بنتريشن، عامل بنتريشن من منطقه الميزيال بلب هورن، اذا انه انا هذا اول بنتريشن راح يبدي يطلع عندي بعد ما ازيل الكاريز، هذا معناها روف
هاي منطقة الهورن، من البلب هورن، هذا الروف لازم ينشال. وبعد ما شلنا الكريز بالكامل، إذا تلاحظون السن الكريز بالكامل مرفوع، الكافيتي ديزاين، وبعدها الأكسس تم، إزالة الروف وإيجاد القنوات. فعملية تحليل الراديوغراف مهمة جدا كأول ستيب، لازم تحلل الراديوغراف وبعدها تنقلها كلينيكالي. يعني مو مجرد، احنا ليس مجرد نشوف الراديوغراف على انه هي دايجنوستيك اندو او لا، هل انه هي دايجنوستيك تول انه هذا السن اندو او لا، لازم تحللها كمالتي بلين، كورونال بارت، بعدها تنتقل للراديوكولار بارت. هذا الشيء راح يسهل لك عمليه الاكسس كافيتي بريبريشن، وراح يجنبك انه انت تزيل ان وونتد توث ستراكشر، او راح تشيل ستراكشر من التوث هو ما المفروض ينشال، لانه انت شفته بالاكس راي ما يحتاج اعبر منتصف السن، ما راح يحتاج اعبر مثلا اوبليك ريدج، ما راح يحتاج اوصل ديستالي. فاذا حللت الراديوغراف صحيح، راح ينتقل عندك الموضوع الكلينيكالي صحيح. طيب هسه انا حللت الراديوغراف واجيت ارد انتقل للكلينيكال بارت، خلصت من تحليل الراديوغراف واجيت ارد انتقل للكلينيكال بارت. اول خطوه بالكلينيكال بارت هي كاريز ريموفال. اهم او افضل خطوه بالاكسس كافيتي بريبريشن هي الكاريز دريفن اكسس كافيتي بريبريشن، اللي هي خطوه او اللي هي تسهل عمليه الاكسس كافيتي بريبريشن بشكل صحيح وخالي من الاخطاء. هي عمليه الاكسس عن طريق الكاريز، انه انا اتبع الكاريز، الكاريز هو اللي يقودني للتشامبر، الكاريز هو اللي يقودني على المنطقه للمنطقه اللي صاير بيها اكسبوجر. لذلك انا لازم ايضا اعامل الكاريز وذ ريسبكت، لما أبدي أرفع الكريز من وين أبدي، من وين أنتهي، طريقة إزالة الكريز، السرعة اللي أزيل بها الكريز، الأدوات اللي أزيل بها الكريز، جدا مهمة، لأنه هاي العملية راح توصلك بشكل سليم للتشامبر. لذلك شلون عملية إزالة الكريز؟ دائما الكريز ينشال بريفرالي، نبدي من منطقة الديب مارجن مثل ما وضحنا بالبداية، ونبدي بشكل دائري من الأطراف من حواف السن، تدريجيا نتجه باتجاه السنتر، تبدي الإزالة من المارجن وبشكل دائري، نشيل الكريز من الإنامل بارت، بعدها ننتقل باتجاه السنتر شوية 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 إلى أن نوصل إلى منتصف السن أو نوصل ويتم إزالة الكريز بالكامل، وأيضا يظهر عندنا منطقة الإكسبوجر. واضح الصورة؟ يعني هذا المخطط اللي موجود على السن هو مخطط إزالة الكريز، نبدي من منطقة الديب مارجن بشكل دائري إزالة الكريز إلى أن نوصل لمنتصف السن. يعني ما نبدي بإزالة الكريز بشكل عبثي، لأنه راح يضيع عندنا الأناتومي، لأنه راح يسبب عندنا destruction للتوث structure. الشكل العبثي دائما destructive، لذلك يفضل انه احنا نزيل بشكل هندسي صحيح حتى نوصل للتشامبر بشكل سهل. وهاي الخطوه اللي راح تظهر عندك بعد ما تشيل الكريز بشكل تدريجي بشكل دائري باتجاه السنتر، راح يصير عندك توث خالي من الكريز وبمناطق الاكسبوجر. هاي منطقتين، النقطتين، نقطة الدم هاي هي مناطق الاكسبوجر، هي هاي البلب هورنز. بعد ما شلت الكريز بالكامل ظهر عندي المناطق اللي راح تحدد لي وين شلون راح اسوي اكسس كافيتي بربريشن، شلون راح يصير عندي الاكسس كافيتي بربريشن مالتي بشكل صحيح. هذا هو البلب هورن، هذا هو اعلى منطقه موجوده بالتشامبر اللي هي البلب هورنز، اللي هي الدليل اللي يجب تتبعه خلال الاكسس كافيتي بريبريشن. فازاله الكريز بشكل صحيح وبشكل بسيط بشكل هندسي وبشكل مدروس راح يوصلك لهاي النقطه اللي هي مجرد بعدها يكون عمليه الديزايننج والريفايننج والكنال فايندينج. فبعد ما صار عندي هذا البلب هورن، هي راح يكون مجرد ازاله لروف او سقف الحجره اللبيه او توصيل بين البلب هورنز، وبالتالي راح يكون عندي هذا الشكل، شكل المولر او شكل الاكسس كافيتي بريبريشن مالتي بهذا الشكل السهل او الجميل. او يعني تخيل انه انت عندك اكسس كافيتي بهذا المنظر. المعالجه راح تكون سايكولوجيكالي
افضل واسهل، وعمليه دخول الفايلز وعمليه الاريجيشن وعمليه الديس انفكشن كلها راح تكون اسهل، لانه انا اصلا يعني المنطقه الفيلد هي معالجه نفسيا اصلا قبل لا اعالجها كيميائيا او اعالجها باستخدام ميكانيكال انسترومنتس. فدائما لما انت تتبع خطوات هندسيه علميه صحيحه مدروسه بشكل سهل غير عبثي راح توصل لهاي النقطه الواضحه المهمه او الطريقه السهله بعمليه الاكسس كاف ريبريشن. ممكن ايضا طبعا هاي الصوره هي صديقي واخي وزميلي بالجراند دنتال الاينز دكتور علي الخزرجي، ممكن نستخدم الكاريز ديتكتنج داي حتى يسهل لنا عمليه ازاله الكاريز في حال انه احنا ما نعرف هل الكاريز ليجن اللي موجوده هي انفكتد افكتد، هل يمكن ازالتها، هل ممكن نبقيها، هل نشيلها، هل نسوي اكسس. هل هاي الكاريز ديتكتنج داي ممكن راح يكون مهم بعمليه ازاله الكاريز. واكو ان شاء الله محاضره للدكتور حيدر وليد راح اتوقع يتطرق بها للكاريز ديتكتنج داي، لانه الكاريز ديتكتنج داي مهم بعمليه الاندودونتيك تريتمنت حتى يحدد لك هل ممكن نعالج هذا السن او نتركه. طيب الخطوه الثالثه هي الارمامنتيريوم، المواد مالتك، الادوات اللي تستخدمها بالاكسس كافيتي بريبريشن. احنا عندنا ثلاث اشياء نستخدمها بازاله الكاريز او بعمليه الاكسس كافيتي بربريشن او بالتريتمنت بشكل عام. اول مره الدايموند بيرز، وثاني مره الكاربايد بيرز، وثالث مره الالتراسونيك تيبس. مبدئيا دائما ازاله الكاريز من الانامل بارت يتم عن طريق الدايموند بيرز. الانامل بارت هو الهارد بارت اوف ذا توث، عمليه القص بي يكون دائما باستخدام الكاربايد بير لانه هي انعم وسموث واسرع، خصوصا في التورباين اسرع بعمليه الازاله من الانامل. يعني دائما حاول انه ما نستخدم على الانامل بارت فقط الدايموند بير، لانه الكاربايد على الانامل بارت ممكن يسوي لنا كراك، ممكن انشيت للكراك. ملاحظين مرات في حال انه انت تستخدم كاربايد بير وطخيت الانيمال وكانه يهتز بيدك الهاند بيس بشكل قوي، هاي الاهتزاز ممكن يسبب لك كراكس، ممكن يكسر لك السن، ممكن يصعب عليك المعالجه بشكل اكبر. لذلك اول ما نبدي دائما، وانا شخصيا استخدم السلندريكال انفيرتد بير والراوند بير الكاربايد بير بعمليه ازاله الكاريز من الانيمال بارتس، والانفيرتد بير استخدم بيها ريفايننج للوولز او للبوردر لاينز والمارجن مالت الكورونال بارت، فقط الكورونال بارت الدايموند بير. يعني هسه انا هذا الراوند بير استخدمه بهذه الطريقه اللي شرحناها من ساعه بشكل دائري قبل قليل، بشكل دائري بشكل هندسي فقط على الانامل بارت. بعد ما اخلص من الكاريز ريموفال من الانامل بارت وايضا الريفايننج للمارجنز والوولز، انتقل للكاربايد على الدنتين. الكاربايد بير بالدنتين مهمه، تسهل العمليه. ليش؟ لانه اول شيء هي كسرعه اقل من الدايموند بير او اقل من التورباين. الكاربايد بير بالهاند فيس سرعتها اقل من الدايموند بير اللي هي بالتورباين، فعمليه الازاله راح تكون عندي ابطا واسهل واسيطر عليها اكثر. عمليه القص باستخدام الكاربايد بير مسيطر عليها اكثر من التورباين او الدايموند بير، لانه هي راح تشيل بشكل تشيبس، راح تطلع الدنتين على شكل تشيبس وليس على شكل طحن مثل الدايموند بير، فراح يطلع عندي تشيبس وبالتالي ازالتها من الدنتين اسهل. ايضا الكاربايد بير يقص باستخدام بالدنتين افضل من استخدام الدايموند بير لانه كنترولابل. وهاي هي نفس الخطوه، لما انا خلصت من الدايموند بير بشكل دائري بالانيمال بارت انتقل للكاربايد بير عالدنتين وايضا بشكل دائري مثل ما هذا واضح حسب بالدايجرام بشكل دائري الى ان اوصل لهاي النقطه اللي هي البلب هورنز. ايضا طلعت عندنا البلب هورنز بعد ما شلنا الكاريز بالكامل، طلع عندي البلب هورن. هذا البلب هورن هو المحدد اللي راح يعطيني
كماب او خريطه عن طريقها اعمل الديزايننج للكافيتي مالتي. طيب انا خلصت من الدايموند بير وخلصت من الكاربايد بير بعمليه ازاله الكريز وصار عندي اكسبوجر على تشامبر. البير الثالث هو السيفتي بير، الاندوزي بير، الاندوزد بير. الاندوزد بير صراحه يعني هو مهم جدا 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 بعمليه الاكسس كافيتي بريبريشن، خصوصا بعمليه البنتريشن للتشامبر، لانه هو بلايند تيب او النهايه تبع البير هي عمياء ما راح تقص، فلما يطخ بالفلور ما راح يسبب لي اي كاتنج. ومثل ما نعرف انه الفلور منطقه محرمه جدا، ممنوع يمسها اي بير او اي تاتش، لانه راح تسبب لي ويكنينج بالتوث ستراكشر او بالتوث بشكل عام. الاندوزيت يدخل من واحد من ندخله من واحد من البلب هورنز اللي صار عندنا بها اكسبوجر، ونبدي يدخل لداخل البلب هورن بالضبط، وبعدها نبدا عمليه الديروفينج، نبدي نواصل بين البلب هورنز اللي طلعت عندي ونواصل بيها بالبير، وهو مسوي تاتش ممكن للفلور او حتى بدون تاتش للفلور، ومجرد ديروفينج يقص الروف مالت التشامبر، وبالتالي حتى يصير عندي الاكسبوجر او الاكسس كافيتي بهاي الطريقه. اعتذر انه راح نحاول يعني انه انا اختصر، لانه وقت المحاضره ساعه وعندنا زملاء ايضا ما نحب ناخذ من وقتهم. طبعا هذا السلايد مسؤوليتك انت كطبيب اسنان، هذا السلايد انت اللي لازم تحفظه، هذا السلايد مو مسؤولية أي أحد، لا مسؤولية المحاضر ولا مسؤولية أي كورس ولا مسؤولية، هذا السلايد أنت لازم تحفظه. هذا السلايد مهم جدا، أنه أنت لازم تعرف شكل التشامبر لكل سن، لازم تعرف هذا السن شكل المورفولوجي مالت التشامبر مالت شلون صايرة، حتى لما أجي أنا أعمل كافيتي ديزايننج أو أعمل دي روفينج أعرف بالضبط الشكل اللي لازم احرك البير على اساسه. لما اشوف انه السنترال انسايزر هو سنترال كانال فقط، فانا لازم ادخل في منتصف السن بالسنترال بارت فقط، وهي سيلندريكال، ممكن يكون التشامبر مثلث بالكورونال بارت، فيعني مطلوب من عندي لما اعمل اكسس كافيتي للسنترال هو يكون تراينجولار بالميد بارت اوف ذا توث، او لما اجي للابر فيرست مولر راح اشوفه شكله تقريبا تراينجل، وتقريبا كله بالميزيال بارت مالت التوث، وتقريبا الميزيال عفوا الديستال وول ما يعبر من الاوبليك ريدج. فهاي اصلا لازم اشياء انت تحفظها، ولازم اشياء تخليها ببالك خلال عمليه الاكسس كافيتي بريبريشن، لازم حافظ الماب مال كل سن. طيب سولفنا هواي عن الكاريز ريموفال ويطلع عندنا البلب هورن، شنو راح تفيدني البلب هورن؟ كل سن الله سبحانه وتعالى خلقه يحتوي على تشامبر، كل تشامبر يحتوي على بلب هورن. البلب هورن هو البروز أو النتوء الأعلى باتجاه الكورونال بارت، هو بروز التشامبر باتجاه الكورونال بارت، هو أول جزء يصير به إكسبوجر عن طريق الكريز، هو يكون غالباً تحت كل كسب سلوب، يعني لما يكون عندي بريمولر تحت البوكال سلوب، بوكال كسب سلوب يوجد بلب هورن، وتحت اللينجوال كسب سلوب يوجد بلب هورن. البلب هورن هو قرون العصب، اذا شايفين بالاكس راي دائما الشامبر على شكل مستطيل وممتده من عنده بروزات باتجاه الكورونال بارت، هي هاي البروزات هي الماب مالتك، هي الجايد تبعك، هي الطريق اللي يدليك كيفيه عمليه ازاله الروف، لانه البلب هورنز هي أركان الروف، هي أركان الحجرة اللبية. ففي حال أنت عندك بايكسب معناها عندك تو بلب هورنز، واحد بوكالي وواحد لينجوالي، لما أجي أرد أعمل دي روفينج لازم أوصل بين هاي البلب هورنز، أبدي مثلا من البوكال بلب هورن وأتجه باتجاه اللينجوال بلب هورن في حالة البريمولر عندنا فقط تو بلب هورن، فأبدي من البوكال بلب هورن باستخدام الاندوزيت بير أتجه باتجاه اللينجوال بلب هورن، إنزال الروف بشكل كامل طلع عندي شكل تشامبر اللي موجود بالصورة التحت.
طيب بالابر فيرست مولر الابر 6 مثلا، يوجد عندي ثلاثه بلب هورن، 3 بلب هورنز، واحد ميزيالي، واحد ديستالي، وواحد باليتالي، تمام؟ ففي حاله انت تعمل اكسس كافيتي بريباريشن وازلت الكاريز بالابر فيرست مولر، لازم تخلي ببالك موجود عندك تحت الميزيال كسب سلوب يوجد بلب هورن، وتحت الميزيو لينجوال كسب سلوب ميزيو باليتال كسب سلوب اكو بلب هورن، وتحت الديستال كسب اسلوب يوجد بلب هورن. فمهمتك انه انت توصل بين هاي النقاط الثلاثه اللي هي واحد ميزيالي، واحد ديستالي، واحد باليتالي. اذا وصلت باستخدام الاندو زد بير بين هاي البلب هورنز راح يصير عندك كومبليت دي روفنج، وراح يطلع عندك الشامبر او الاكسس كافيتي بالشكل والصوره الواضحه عندك بالاسفل. طيب شكل السن باللور فيرست مولر، شكل الشامبر هو مربع، عندنا اربع كسبات، فور كسبس، ميزيو بوكال، ديستو بوكال، ديستو لينجوال، وميزيو لينجوال. كل كسب تحت السلوب مالته عندنا بلب هورن. فيعني خلي بالنا لما نعمل اكسس كافيتي بريباريشن لللور فيرست مولر انه احنا عندنا شكل مربع وعندنا بلب هورنز نوصل بيناتهم تحت السلوب تبع كل كسب، تمام؟ نوصل بيناتهم باستخدام الاندو زد بير، تمام؟ فالبلب هورن مهمتها هي جايد حتى نعمل دي روفينج. عمليه ازاله سقف الحجره اللبيه هي ليست عبثيه، بالعكس هي هندسيه جدا، هي مدروسه جدا. فعمليه ازالتها لازم تتم بطريقه صحيحه حتى نتجنب انه يعني نحصل على اكسس غلط او ريموف ان وونتد ان نيسيسري توث ستراكشر. طيب الخطوه السادسه، لا تضيع دائما في حال تاه من عندك الشامبر، لا تضيع في حال انه انت زلت الكريز وما قاعد تلقى تشامبر، لا تضيع. خلي ببالك قانون السنتراليتي لو، خلي ببالك هاي النقطه. لما جيت انا عملت اكسس كافيتي بريبريشن لهذا السن، هذا الابر فيرست مولر مثلا، لما جيت سويت اكسس كافيتي بريبريشن خليت الميرر دايركتلي، بالضبط بالضبط اذا تلاحظ التشامبر موجود في منتصف السن. دائما دائما في حال انه تاه عندك الشامبر، ضاع من عندك الشامبر، خلي في بالك انه الشامبر موجود دائما في منتصف السن. دائما لما تجي تعمل اكسس كافيتي بريبريشن راح على الاغلب، وليس خلي لا 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 نعمم، في غالب الحالات في 90% في 95% في 99% من الحالات الشامبر راح يكون في منتصف السن، بحيث الستركتشر اذا واضح خلي الستركتشر التوث ستركتشر ديستالي تقريبا مساوي للتوث ستركتشر ميزيالي، يعني هذه المنطقه من هنا مساويه لهذه المنطقه من هنا، وايضا بوكالي مساوي للمنطقه لينجوالي او باليتالي. فبالتالي السنتراليتي لو تقول لي انه انت يا عزيزي في حال عمليه ازاله الروف لما تتجه بالإندو زد بير مالتك ديستالي بعملية الإزالة، بنفس الوقت لازم تخلي في بالك نفس الكمية اللي قاعد تزيلها ديستالي اللي جاي تزيل بيها ديستالي لازم يشيل من عندها ميزيالي. طيب لأنه أكو التشامبر مالتك متواجد كله في منتصف السن. وحاول دائما أنه لما توصل لهذا الوول، هذا الوول وول تشامبر اللي هو راح يكون كونتينيوس ويل وول مالت الكورونال بارت، لما توصل لهاي النقطة لا تعمل أي إكستنشن بعد، لا تتجه لا اتجاه ديستالي ولا اتجاه لينجوالي ولا باليتالي ولا بوكالي ولا بأي اتجاه لا تتجه. لما توصل إنه يصير عندك كونتينيوتي بين الكورونال وول والشامبر وول، صار هنا وكأنهم جدار واحد، توقف، لا تستخدم بير، لا تتجه باتجاه الديستال بارت ولا تتجه باتجاه الميزيال بارت، توقف بعد. يعني لما وصل عندك كونتينيوتي توقف، شفت الشامبر مالتك في منتصف السن وخلص، عندك كافة الوولات واضحة، البوكال وول واضح، باليتال وول واضح، ديستال الميزيال وول والديستال وول واضحات، خلص تم عندك الاكسس كافيتي بريبريشن بطريقة صحيحة. المهمة التالية عندك هي البحث عن القنوات عفوا
وريفايننج في حال وجود ان سبورتد انامول او دنتين اوفرهانج او انامول تشيبس ممكن تنكسر خلال عمليه الاكسس كافيتي وتسبب لنا بلوكج للفورامين. فاذا ضعت دائما فكر انه السن الشامبر في منتصف السن سنتراليتي لو. طيب الشامبر في منتصف السن، هل هذا معناه انه انا استخدم البير وادخل بكيفي بطريقه عبثيه بشكل غير مدروس لما اجي استخدم البير؟ طيب انا اجيت دخلت بالبير وما جاي القى الشامبر وحفرت حفرت الى ان صار عندي بير فوريشن، طيب انا شلون اتجنب هاي الموضوع لانه انا كل مره اعمل بيه اكسس كافيتال اوبريشن يتيه من عندي الشامبر ويتيه من عندي الفلور ويضيع من عندي الفلور وبالتالي اعمل بيرفوريشن، كيف اتخلص من هذا الموضوع؟ خلي في بالك دائما بعد الثمانية ملي ما عندنا شيء، لا تستخدم بير بدبث اعلى من 8 ملي متر. لما تجي تنزل بالبير مالتك من اعلى نقطه او من اعلى نقطه من الكرونال بارت وتبدي تنزل باتجاه الشامبر لا تنزل اكثر من 8 ملي متر، لانه بعدها انت راح تبدي تطخ بالفلور وراح تسبب عندك بيرفوريشن او ازاله للدنتين اللي ما مسموح ازالته. ففي حال عندك كراون، في حال انه عندك ساوند كراون او على الاقل ساوند كسب او على الاقل ساوند وول، احسب من هذا الساوند وول 8 ملم وانزل انزل لحد 8 ملي متوقف في حال ضاع من عندك الشامبر، اكثر من 8 ملي بيبير لا تنزل. طيب هذا في حال انه احنا عندنا كراون او عندنا وول ساوند نقدر نعمل ريفرنس بوينت عليه، في حال انه هو ديستركتد انا عندي ديستركتيف كراون ما عندي وول اقدر اقيس عليه ال 8 ملي متر قانون 8 ملي متر ديب، شلون اتجه شلون اتجنب هاي العمليه؟ دائما دائما السمنتو انامل جنكشن هي تقريبا على خط واحد مع الفلور، سمنتو انامل جنكشن اذا تلاحظون هاي المنطقه السمنتو انامل جنكشن اللي هي المنطقه اللي ينتهي عندها الانامل بارت ويبتدي عندها السمنتم بارت، دائما هي بخط واحد مع الفلور. ف بالديستركتيف كراونز لا تنزل بالبير اكثر من السمنتو انامل جنكشن، لانه انت هنا راح تبدي تطخ بالفلور وراح تبدي تزيل وتسبب رونج اكسس كافيتي بريبريشن. ففي حال انه عندك ساوند توث استخدم الريفرنس بوينت مالتك هي ساوند وول، في حال انه عندك ديستركتيف توث تستخدم السمنتو انامل جنكشن كجايد لاين لك. الخطوه الثامنه بعد ما انت يعني أزلت كل هذا الموضوع وأزلت، لا تبقي أي شيء يعيق الرؤية مالتك، لا تبقي جزء من الروف، لا تبقي جزء من الدنتين، لا تبقي جزء من الكريز، لا تبقي أي شيء، كل شيء لازم ينشال بالكامل خصوصا الروف، لأن الروف ممكن يغطي لك قناة، ممكن يسوي لك مست بالأناتومي، فلازم عملية إزالة الروف تتم بالكامل. يعني لما جيت أنا أعمل هذا التوث اللي هو ريتريتمنت بعد ما أزلنا الكريز وأزلنا هاي القطنة اللي موجودة، كان عندي هذا اللي واضح أنه عندي هذا البلب هورن اللي موجود بوكالي، فالمفروض من عندي أنه أنا باعتبار حافظ شكل الشامبر تبع المولر اللي هو بلب هورن بوكالي وبلب هورن ميزيالي، فلازم أوصل بيناتهم بهذا الخط من هاي المنطقة باتجاه اللينجوال بارت، وأيضا المنطقة بوكالي ساوند توث ستراكتشر بوكالي لازم مساوي للساوند توث ستراكتشر لينجوالي. فلما البلب هورن مالتي موجود هنا وهذا التوث ستراكتشر مثلا قياسه 5 مليم، احسب من انا 5 ملم راح يكون عندي البلب هورن الثاني من هنا موجود بهاي المنطقه، فلازم نزيل البلب روف بشكل كامل. هنا في هذا الكيس انا حبيت اخلي هذا الكيس لانه ما شرحت عن الالترا سونيك تيب لخطورتها. الالترا سونيك تيب بدون استخدام الماجنيفيكيشن بدون رؤيه الالترا سونيك تيب ممكن تكون very destructive tip. لازم استخدام الالتراسونيك تيب يتم عن طريق الماجنيفيكيشن. اذا واضحتكم الصوره في هذا التوث ستراكشر بعد ما ازلت
الروف، ايضا ما ظهر عندي البلب هورن او الكنل اللينجوالي، لذلك راح اضطر استخدم الالتراسونيك تيب حتى اعمل ريفايننج وازاله للمنطقه اللي هي بتوين التو هورنز او بتوين الكنلز، حتى اقدر اكشف الكنل الثانيه اللينجوالي باستخدام الالتراسونيك تيب. بهاي الطريقة نوصل بين القنوات بشكل لاينير وتحت الاندر ماجنيفيكيشن طبعا، حتى ما نسبب ديستركشن للدنتين، وبالتالي راح يطلع عندي هذا الشكل. بعد ما استخدم الالتراسونيك تيب راح يطلع عندي دنتين تشيبس ودنتين مات، وراح ينكشف عندي الاثمص، وراح تطلع عندي الكنل الثانيه اللي كانت مختفيه تحت الفلور او تحت الروف العفو او تحت الكالسيفيكيشن. فالالتراسونيك تيب يفيدنا في هاي الحالات، الحالات اللي هي يصعب علينا ايجاد القنوات او ازاله الروف باستخدام البيرات، وانا خايف انه انا ازيل الفلور بشكل ديستركتيف باستخدام البير، فاحتاج استخدم شيء اقل ديستركشن اللي هو الالتراسونيك تيب لكن اندر ماجنيفيكيشن. الالتراسونيك تيب بدون ماجنيفيكيشن راح تكون ديستركتيف حالها حال البير، تمام، وبالتالي راح يصير عندي هذا الشكل، وطلع عندي كشف عندي الاثمص والدي روفينج والكنالز، وكملت المعالجه بشكل سهل وحسب الضوابط العلميه. طيب، في حال انه انت خلصت عمليه الدي روفينج وخلصت عمليه الكاريز ريموفال والريفايننج والاكسس ووصلت لمرحله الشامبر فلور، تريد تبحث عن القنوات، غالبا ب 80 او 90% من الحالات القنوات تكون واضحه، موجود الاورفيس تبعها، يعني ما راح تحتاج انه انت تدور عليها. لكن في 10% من الحالات اكو صعوبه بايجاد القنوات، خصوصا بالام بي 2 بالفيرست مولر، فحتى اسف انا الوقت راح يدركنا. حتى نحصل على القنوات نحب نستخدم اندو اكسبلورر. الاندو اكسبلورر شيء ما منه دي جي 16 او اي اندو اكسبلورر، هذا الاندو اكسبلورر يكون الحافه مالته بوينتي شارب وطويل بحيث يدخل بالشامبر ويوصل للفلور. وظيفتك انه انت تبدي من الكونتينيوتي، من منطقة اتصال الوول تبع الشامبر بالفلور، منطقة اتصال الوول بالفلور اللي هي هاي المنطقة، الوول بالفلور هاي المنطقة، تخلي عليها التب بحيث يكون جزء من عنده التب مالته بالفلور والبادي مالته على الوول حتى يكون قايد لك. هذا الاندوكسبلورر تخلي التب مالته على الفلور والبادي مالته على الشامبر وول، وبعدها تبدي تحرك بكل اتجاه يحتوي الشامبر بهاي الطريقة اللي موجودة هنا. كل مرة راح تمشي بيها الاكسبلورر على الوولز راح يمشي سموث إلى أن يوصل مرحلة يدخل بمنطقة معينة أو يصير عندك كاتش. هذا الكاتش هو قناة محتملة، فدائما خلي ببالك التكتايل سينسيشن وانت تستخدم الاندو اكسبلورر. تمشي التب بهاي الطريقه، تمشيها على كافه الجدران وعلى كافه الاتجاهات، وتغطي الشامبر بشكل كامل بحيث انه انت هاي مناطق السموثنس معناها هذا فلور، لكن المناطق اللي يكظ بها الاندو اكسبلورر اللي راح يتوقف عندها الاكسبلورر وبعدها يكمل وكانه نوتش وكانه عتبه وكانه وقف وبعدين كمل، هاي المنطقه هي ممكن تكون قناه محتمله، فشويه ندخل بيها بالاندو اكسبلورر وبعدها ممكن نستخدم كفايل 8 فايل 10 او فلير فايل حتى نسوي لها اكسبلورر بشكل كامل، وبالاخير راح يصير عندك هذا الشكل. انا صار عندي نوتش بالهاي الميزيال بارت، بعدها اول مره صار عندي نوتش هنا بالاندو اكسبلورر، بعدها اتجهت ديستالي صار عندي النوتش بهاي المنطقه، بعدها هذا كل المنطقه كانت سموث الى ان وصلت للبليتال بارت وصار عندي هنا نوتش، بعدها اللي هي اصعب شيء هي الام بي 2، لما اجي انتقل بين الميزيال والبليتال كانال دائما انا استخدم الاندو اكسبلورر هنا بشكل مكثف بشكل كبير، ابدي استخدم الاندو اكسبلورر بشكل باك اند فورث للامام وللخلف حتى احصل على هاي الكاتش النوتش. كاتش الام بي 2 كلش
كلش بسيطة، كلش صغيرة، حجمها صغير جدا، فلازم تفعل التكتال سنسيشن مالتك بشكل كبير. ايضا في حالة انه انت ما عملت ديستركشن للفلور مالتك، اذا ما دخلت بير للفلور مالتك، اذا ما صار عندك اي تاتش للفلور مالتك، الديتكشن للام بي 2 راح يكون اسهل. انه انت تلاقي الام بي 2 راح يكون موضوعه اسهل، لانه هي فريش، يعني ما 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 انسدت بسبب الدنتين او الكاريز او اي شيء، او الدنتين شيبس اللي تم عن طريق استخدام البيرز مثلا، او الاندو تيبس او اندو التراسونيك تيبس. فاذا كان الاكسس مالتك سموث وكوركتلي، راح يكون عندك ايجاد القنوات باستخدام الاكسبلورر جدا سهل، خصوصا الام بي 2. الام بي 2 اذا كان الاكسس مالتك، اكسس بريبريشن مالتك صحيح، نو دنتين اوفر هانج، نو دنتين تراينجل، نو روف اوف ذا تشامبر، نو كاريز ريمين، كل شيء تم بطريقه صحيحه، الكانال ديتكشن راح يكون اسهل. ان شاء الله احاول انه نسوي محاضره، نعمل محاضره ثانيه للكانال ديتكشن اند انسترومنتيشن وركينج لينث ديترمينيشن. فالاندو اكسبلورر مهم جدا بعمليه ايجاد القنوات، ومهم جدا بايجاد الام بي 2 في حال انه انت من المحبين للبحث عن هذه القنوات، لانه هو يعتمد على التكتايل سنسيشن اند البنتريشن للفلور. ممكن نستخدم الكانل ديتكتور داي مثلين بلو، او اي كان او اي كانل ديتكتور ديتكتنج داي متوفر عندك، تحقنه بالتشامبر، بمجرد تحقنه تمشيه على كل التشامبر والوولز والفلور، وبعدها تغسله، راح يتعلق. هذا غالبا يفيدك، غالبا غالبا يفيد في حالات الفايتال والنكروتيك، يعني غالبا بالريتريتمنت صعب جدا انه يفيدنا الكانل ديتكتنج داي. فالكانل ديتكتر راح يصبغ مكان الاورفس، راح يصبغ مكان التشو، راح يصبغ مكان البلب اللي موجود على الاورفيسز، وبالتالي راح ينطيك مناطق دارك، مناطق بلو، هي هاي المناطق يقول لك يابا هذا منطقة قناة، منطقة supposed to be a canal، لازم احنا نبحث هنا عن القنوات. عموما بشكل عام انا تقريبا خلصت الجزء اللي هو كلينيكالي، لانه انا نبهت سابقا عندي محاضره مع دكتور نبراس الدهاش ممكن تكون مفصله اكثر بالاكسس كافيتي بريبريشن، لكن هاي المحاضره هي محاضره كلينيكالي، واحب انه اسمع منكم الأسئلة والمشاكل اللي عندكم حتى نجاوبها وتكون كديسكشن. المحاضرة انتهت تقريبا، بقى عندي بس مقطعين فيديو أحب أراويكم إياهم، لكن كرسالة أخيرة يا صديقي وزميلي العزيز، دائما براكتس، تدرب. التدريب هو الخطوة اللي راح تنقلك من حال إلى حال، لا تتوقف، لا تيأس، لا يصيبك اليأس والخمول أو التقاعس بسبب أنه صار عندك بيرفوريشن، بسبب أنه صار عندك رونج أكسس كافيتي بيرفوريشن، بسبب صار عندك فيلر بالإندودونتيك تريتمنت، بسبب أنه أنت عالجت 50 سنة ولحد الآن أنه أنت عندك مشاكل باستخدام الأسنان. ممكن نحتاج 5 إلى 10 سنوات حتى نقدر نضبط الإندودونتيك تريتمنت، حتى نقدر نسوي إندودونتيك تريتمنت بشكل بيرفكتلي. يعني تقريبا أنا ممارس إندو من 7 سنوات، لحد الآن تقريبا صير عندي أخطاء، وهاي الأخطاء أتلافاها بالتعلم. دائما نتعلم من أخطاء غيرك. إحنا لما نقول نتعلم من أخطاء غيرنا، يعني أنا مو ما يعني مو بعد أشوف صديقي سوى بيرفوريشن فأنا لازم ما أسوي بيرفوريشن، لا، لازم أتعلم شلون أتجنب أسوي بيرفوريشن بالمرة الجاية، لازم أتعلم شلون أعالج إذا صار عندي بيرفوريشن. هو هذا القصد من عنده بالتعلم من أخطاء الآخرين. لما تشوف أكو أحد الزملاء صار عنده بيرفوريشن، أو صار عنده wrong access cavity perforation، أو صار عنده missed canal، لازم تروح تبحث عن إنه كيفية معالجة هذا السيتويشن اللي صار، حتى لما يواجهك راح يكون الموضوع أسهل، لما يواجهك راح يكون موضوع معالجته أسهل. وبالتالي التدريب، التدريب، التدريب هو أهم خطوة في مجالك، وأهم خطوة حتى تقدر
تضبط بيها ايدك وحرفتك، وايضا التدريب مع العلم راح ينطيك سلاسه جدا وسهوله جدا وثقه بالنفس كبيره جدا وانت تقدم المعالجه للبيشنت مالتك. فدائما اتدرب، استخدم اكستراكت التوث، استخدم استغل مناطق العفو مراكز التدريبيه، المراكز الحكوميه اللي هي اصلا للتريننج، اللي هي بالكليه بالمراكز التخصصيه، استغل الاكستراكت تيف، هاي مناطق تعليميه، استغل الندوات، استغل الكورسات، دائما وظف نفسك حتى تبدع بالمجال اللي انت بيه، لانه هذا مجالك، هذا ما راح تتركه لحد نهايه عمرك. فيعني لازم 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 انه انت على الاقل تكون ملم بجزء من كل حاجه، لازم يكون عندك الإمكانية أنه تعالج بالطريقة الصحيحة حتى ترضي نفسك حتى ترضي الله وترضي نفسك والمراجع أيضا، وراح تكون عندك ثقة بنفسك بالمعالجات، وحتى هاي الثقة راح تعطيك الإمكانية والدافع أنه تطور نفسك أكثر. فدائما نصيحتي والرسالة الأخيرة لكم أنه إحنا نتدرب. راح أعرض هذا الفيديو حتى بس الأكسس كافيتي بارت مالته. إذا نرجع لهاي الصورة مالت الأكس راي مثل ما شرحنا بالبداية، أعمل analyzing للأكس راي، أعمل analyzing لحجم الليجن، أعمل analyzing لأنه أنا وين راح يصير عندي penetration، إيش قد حجم الكريز ليجن. طبعا أنا أول ما شفت الأكس راي اللي واضح عندي أنه هذا الكورونال بارت كله destructive، لما نتبع لك clinical تحس أنه الموضوع السن أوكي يعني بي كريز ديستالي شوية كريز ديستالي قليل، لكن بالاكس راي ينطيني غير صوره، ينطيني انه الكراون كله كيريوس كله ديستركتيف. فهنا تخاطبت مع الدكتور سامر اللي هو مسؤول عن الكونزرفاتيف بارت تريتمنت او الريستوريشن، يابا قلت له انا عندي هذا السن لما راح اعمل، لانه انا مسوي انالايزنج، لانه انا عامل انالايزنج للاكس راي، هذا السن يا دكتور سامر راح يخلص من عندي، ما راح يبقى عندي كورونال بارت، راح ينكسر عندي الكورونال بارت كله، راح يبقى تقريبا ريتيند روت وممكن يكون عندي جزء من الفرل. فهل انت قادر على انه تعمل ريستوريشن لهذا السن؟ هذا الانالايزنج، هو هذا الانالايزنج اللي اقصد به، لانه انا هنا احدد لو اجيت بدون ما اعمل اي انالايزنج للاكس راي، راح اجي اشتغل بطريقه عبثيه وبالتالي راح القى نفسي بسيتويشن انه توث نون ريستورابل. فدكتور سامر مشكورا قال لي خلاص انا اقدر اعمله بهذا اندايركت اوفرلي، فانت خلص لي السن من الكريز وطلع لي مارجنز وانا مسؤوليتي انه اكمل الريستوريشن بارت. فاذا تشوفون هسه بالعملية الكريز ريموفر راح نطبقها خطوة خطوة، انه احنا نبدي من مناطق الديب مارجن ونزيل بشكل دائري، نعمل بنتريشن الكريز. هنا أنا اول منطقة صار عندي بها اكسبوجر على الكريز، هنا اللي واضح عندكم بالفيديو هو انا قاعد ازيل من المارجنز وقاعد ازيل من الانسبورتد انامل وقاعد ازيل بالكريز بالانامل بارت باستخدام دايموند وير، ومثل ما كان متوقع انكسر عندي البليتال بارت مالت السن، لكن دكتور سامر قال لي حاول اذا لقيت لي مارجنز انا راح اكمل السن اندايركتلي، وبهذه الطريقه ازاله الكريز. ريفايننج، دائما ريفايننج، لا تترك الوولز بدون ريفايننج، لا تترك الانامل بدون ريفايننج. وهاي الخطوه اللي شرحت لكم اياها انه انا استخدم كاربايد بير على الدنتين، لانه الكاربايد بير اسهل كنترولبل اكثر، عمليه الازاله مالته للدنتين مسيطر عليها اكثر. اذا تلاحظون انه انا قاعد ازيل بكنترول انا اتحكم بيها، مو مثل الدايموند بير. الدايموند بير ممكن يزيل بشكل عبثي او شكل اسرع واقوى من الكاربايد بير. فبالدنتين دائما انا احتاج استخدم كاربايد بير. تمام، هنا انا صار عندي مناطق الاكسبوجر، صار عندي البلب هورن موجوده، صار عندي الروف واضح مالت الشامبر مالت الاسنان بعد ما ازلنا الكريز بالكامل. فالمهمه مالتي حاليا هي مجرد دقيقه، المهمة اللي عندي حاليا هي مجرد أوصل بين هاي النقطتين، إذا وصلت بين هاي النقطتين راح يصير عندي هذا الإكسبوجر.
تمام، وصار عندي بعدها الكومبليت دي روفينج والكنلز واضحه، وتم بعدها الانتقال لعمليه الوركينج لينث ديترمينيشن، وبعدها للشيبنج بارت اوف ذا تريتمنت، كله تم بسلاسه لانه انا كملت عمليه الدي روفينج والاكسس كافيتي مالتي بشكل صحيح. الفلير فايل، هاي النقطة همين مهمة، الفلير فايل اللي هو يكون أقصر فايل وأكثرهن تيبر، أكبرهن تيبر، مهم بعملية الأورفيسينج، الأورفيسينج اللي يسوي لك فليرينج للأورفيس، يوضح لك الأورفيس. الفلير فايل وظيفته فقط يوضح الأورفيس، لا تستخدم الفلير فايل بشكل ديستركتيف، لأنه هو بريتل ممكن ينكسر عندك، لذلك هو وظيفته فقط أورفيسينج، أنه إحنا نسوي به أورفيسينج فقط، تمام؟ الفلير فايل هنا أنا تتم عمليه المعالجه بالكامل الشيبينج باستخدام فايلات لستر دنت بليانسي 30 او 35 4%. انتهيت بهذا الموضوع، ان شاء الله نسوي لكم محاضره عن الشيبينج، لانه الشيبينج من الخطوات المهمه جدا بالاندودونتيك تريتمنت، اللي هي اغلبنا عندنا بها مس اندرستاندينج، و دائما الاخطاء اللي الاحظها دائما تصير عندنا بعمليه الشيبينج، وانا واحد من الناس اللي كانت عندي هواي اخطاء بعمليه الشيبينج، انتبهت لها نتيجه تنبيه احد الاشخاص علي، وبعدين عالجنا الموضوع بالطريقه الصحيحه. فان شاء الله ان شاء الله نسوي عمليه، نسوي محاضره للشيبينج، وما اعرف اذا يمكن دكتور نبراس عنده احد من الاطباء راح يعمل عمليه الشيبينج كافيتي بريبريشن. انا لهنا انا خلصت، مجرد هذا الفيديو حتى يوضح انه انا شلون الكلين فيلد يعالجك سايكولوجيكالي. تخيل المعالجه راح تتم عندك بهذا الفيلد، او معالجه تتم عندك بهذا الفيلد، دائما الكلين فيلد يعالجك سايكولوجيكالي، لذلك كل ما كان الفيلد مالتك كلين، كل ما كان الفيلد مالتك واضح، كل ما كان عندك دايركت فيجن، كل ما كانت عندك عمليه الاندودونتيك تريتمنت هي اسهل واسهل واوضح. شكرا جزيلا لكم، واسف على الاطاله، وانتم صايمين واحنا صايمين وتعبناكم، يا رب ما دوخناكم، ويا رب كانت المحاضره واضحه ومفهومه. حبيبي دكتور نبراس انا خلصت محاضرتي. بالعكس، من المحاضرات الجميله جدا يا صديقي، بالعكس. طبعا كل الشكر لك دكتور احمد على هالمحاضره الجميله اللي سلط لنا فيها الضوء كلينيكيا على 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 كل الحالات وكل الشغل. طبعا حاب ننوه بحاجات بسيطه فيما يتعلق بالمحاضره. الدكتور احمد من الناس الصغيره في العمر اللي خلت المجال فعليا يبان بشكل جميل، يعني تابع فيه من مده طويله، وللأمانة إنسان مجتهد جدا، نسأل الله أن يبارك لك يا صديقي. ملاحظة تانية صغيرة حاب نقولها، اللي شادني في شغل الدكتور أحمد، لو لاحظته حتى صور الحالات صور بطريقة بروفيشنال. أنا أكثر شيء شدني قلت له أنا لما نشوف في صور حالاتك نفكر أني نمشي نرمي الميكروسكوب اللي عندي لأن للأمانة تصوير احترافي. ففي حاجة لاحظتها، لاحظ أن الدنتينو سألوه السؤال هذا، دكتور انا عامل لك ميوتيشن شويه باش ما يترددش الصوت، وحنا نعطيك المساحه بعد قليل. لاحظوا دكاتره في بعض الناس سالت شن سبب الكافيتي بان بهالطريقه، شن سبب الكافيتي بان بالشكل الجميل هذا. من ضمن الحاجات اللي انا لاحظتها اثناء شغله في الفيديو كذا، الكربايد بير من الحاجات اللي تخلي الدنتين شكله جميل اجمل من الدايموند بير. هو ياكل الدايموند بير ياكل بشكل عبثي اربراتوري، شكل هب هازارد عشوائي، فالكربايد بير من الاشكال من البيرات اللي تاكل بشكل جميل وتخلي لك الكافيتي فعليا سموث، يبان عليك ويبان عليك كلين، وهو كنترولبل يعني تقدر تتحكم فيه بشكل جيد. فهذه من الحاجات الجميله. برضو حاجه ثانيه حاب نسلط عليها الضوء، وهي هل يا دكتور اذا كنت انا من الناس اللي نشتغل في اندو، هل نحتاج لكاميرا ونحتاج لكذا للتوثيق؟ لك ان تنظر الى هذه الحالات المتوثقه بالكاميرا كيف تخرج لنا بالشكل الجميل، فيقعد عندك داتابيز تعرضها في محاضراتك في مؤتمراتك. فننصح كل زميل بالتوثيق، من الحاجات الجميله جدا اللي تخليك تفرق في شغلك، وتخليك لا انت اصلا تراقب في شغلك وتحس في فروقات. يعني في حاجات بالنيكد آيرة وما تبانش عليك، بس فعليا في التصوير لما انت تصور وتوثق وكذا تبان عليك الامور اوضح. الملاحظة الثالثة والأخيرة اللي تكلم عليها دكتور، وهي الـ أنك أنت تدخل في تريننج مع نفسك بين الوقت والثاني. هل تعلم أن أغلب الناس
اللي تشوفها الآن في الساحة، وأغلب الناس أصدقائي المقربين اللي استدعيتهم في صفحتي ونازلين معانا في هذه البثوث، أغلب الناس هذه بالأعمار الصغيرة هذه كلهم طلعوا بنفس الطريقة، إن هم ناس تترين، ناس تتدرب، ناس تجلس على طاولات وتجيب في أسنان مخلوعة وتجيب لوهلة من الأمر. لو بننظر الموضوع سطحيا، لو تحكي لي حد يضحك عليك يقولك معقولة أنت تتدرب على أسنان مخلوعة؟ لوهلة من الأمر لو تحكي لي أي زميل تقول له أنا نتدرب على أسنان مخلوعة يقولك كيف أنت تشتغل في فم المريض؟ هل تعلم أني أول ما اشتريت الميكروسكوب يا دكتور جبت الميكروسكوب في حجرة الضيوف عندي في البيت بقي معاي 20 إلى 23 يوم نشتغل به ديلي على أسنان مخلوعة؟ فمن الحاجات اللي فعليا تفرق معاك، يعني في حاجات تقدر تجربها على الأسنان المخلوعة، تقدر تضغط على الفايل، تقدر تكسر فايل، تقدر تفتح أكسس بشكل عشوائي، تقدر تجرب مجموعة أمور. كل الحاجات هذه حتفرق جدا في يدك، ومن الحاجات اللي فرقت معي شخصيا وفرقت مع كل الزملاء فننصح بها طاولة، تجهيزات بسيطة، روتري ديفايس، ميكرو موتور صغير، من الحاجات اللي تفرق عندك جدا، سواء كنت من محبي الكومبوزيت، من محبين الاندو، من محبين الكراون، أي حاجة تفرق معك. طبعا من المحاضرات الجميلة كلينيكالي، شكرا جزيلا دكتور على الاستضافة الطيبة والتواجد معنا وإتاحة جزء من وقتك للناس اللي متابعتنا وأعطائنا جزء من خبرتك، بارك الله فيك. نوعدكم أني راح ننزل الدكتور في محاضرة تانية عن الانسترومنتيشن بعد الإيفنت بإذن الله، لأن الإيفنت في زملاء أخذوا التحضير بس ينزل معنا بإذن الله في محاضرة تانية بعد رمضان. ومحاضرة ثالثة هذه لي أنا اللي هي كيفية التوثيق بهذا الشكل، لو 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 نتحصل على التوثيق هذا دكتور أنا حنقرب على الدنيا ونكسرها في الوطن العربي والأوروبي. دكتور دكتور نبراس حبيبي، والله بالنسبه للتوثيق صراحه انا ما عندي اي مشكله انه انا يعني اشرح موضوع التوثيق، يعني لانه انا مو مصور صراحه، انا لست مصور لكن تدريب، مجرد تدريب، ما اخذ الموضوع من عندي اكثر من شهرين، مجرد دربت على الكاميرا، الاضاءه، اللهم تعديل بارك. الاعدادات وكذا الى ان صار عندي. بس انا ما عندي مشكله انه اشرح الطريقه كامله ان شاء الله بمحاضره اخرى. بالنسبه للكلام اللي تكلمته حضرتك، كلام ممتاز جدا وصحيح جدا، التوثيق هو مهم جدا والتدريب هو مهم جدا، وكل الاطباء الاسنان اللي يشوفهم واصلين وناجحين هم اطباء اسنان بدوا بعمليه التريننج، بدوا بالتدريب، دائما تبدا بالتدريب حتى تعرف الليميتس بالعمل مالتك. تمام، انا خلصت، واتمنى دكتور نبراس تحفظ المحاضره تخليها محفوظه للناس حتى تسلم لي اللي ما والله. لحق يشوفها، اللي حب يشوفها بوقت اخر، انا اتمنى تبقى المحاضره موجوده. ورمضان كريم عليك حبيبي وعلى شكرا جميع جزيلا يا زملائك ان شاء حبيبي، الله، ويا الله رب يسلمك كنا ويعافيك. خفيفين ان شاء الله، ومحاضره سهله لا ومفيده لا، ان شاء الله. محاضرة سريعة وممتعة جدا، ومن هنا حبيبي نحييك ونحيي كل أهل على العراق راسي، العظيم اللي لبوا على معنا راسي الدعوة، والله ولكل حبيبي، زملائنا في العراق، وجزاكم الله كل خير للتواجد على والحضور. راسي حبيبي العلم والله، هذا على راسي الإيفنت حبيبي، من الحاجات اللي قامت الإيفنت وطلعاتها هو وجود المحاضرين العراقيين، فتحية ليكم طيبة يا عزيزي ولكل يا أصدقائي حبيبي انت، العراق يا مقربي حبيبي الدعوة. والله والله عزيز، عزيز واخ انت دكتور نبراس حبيبي، عزيز الله واخ يسلمك، الله انت يسلمك. وليبيا العزيزة وللأمانة كلها ان شاء الله حبيبي، والله لن تحية الدكتور أقصر معمر الأطباء طبعا. العراقيين، يعني من ممكن 10 أطباء اخترتهم ولا زميل قال لي نشوف نفسي أو اترك لي وقت أو كذا، اللي نكلمه يرد علي مباشرة أوكي اتس دان. واجب، هذا فشكرا واجب لك، دكتور نبراس، لانه شكرا احنا لك، ايضا تدرجنا في هذا الموضوع، فهذا واجب، يعني حياك الله، نحس بالمسؤوليه اللي يحتاجها طبيب الاسنان الفريش الجديد. جزاك الله كل خير. فخلص وان شاء دكاترتنا الله لو في نشوفكم اي محاضره زميل ثانيه. عنده اي سؤال فيما يتعلق بالاكسس، حناخذه 5 دقائق للاسئله، لو في اي حد عنده اي سؤال حيكون موجود معنا. طبعا بعد نصف ساعه من الان معنا الدكتور اليمني دكتور احمد شوقي فيما يتعلق بالفايتال بلب ثيرابي، وتحيه كبيره لكل اهل اليمن كذلك. نلتقي بعد نصف ساعه، والمحاضرتين الاخيرتين لهذا اليوم حيكونوا ليلا بعد صلاه التراويح باذن الله. لو في اي زميل عنده اي سؤال احنا معكم دكاتره، والدكتور حاضر وموجود للاجابه على اي سؤال يخطر في بالكم فيما يتعلق بالاكسس كافيتي. دكتور في سؤال هنا، اي دكاتره لو والله تكتبوا لنا السؤال يا كامل بالانجلش يا كامل بالعربي بعد اذنكم، مش ما يطلعش بهالطريقه. اوكي ماكو مشكلة، شنو الأسئلة اللي موجودة؟ دكتور، السؤال هنا لو اشتغلنا بالالتراسونيك وات اباوت الهيت جينيريشن والحراره، هل نبرده ولا كذا ولا نستعمل كولنت او مش. أنا ليش قلت الماجنيفيكيشن مهم بالالتراسونيك تيب؟ لأنه الالتراسونيك تيب
بالاندودونتيك تريتمنت نستخدمها غالبا بدون كولنت. ليش؟ لانه الهيت جنريشن اللي متولده من الالتراسونيك راح يسهل عمليه الكاتنج بالدنتين، راح يقل الافشنسي بالكاتنج للتب راح يكون اكبر. ثانيا راح انت ليش تستخدم اصلا اندودونتيك تب بماجنيفيكيشن؟ حتى تقدر تشوف المكان اللي انت قاعد تحفر بيه، حتى تقدر تشوف المكان اللي قاعد تعمل له ريفايننج، حتى تقدر تشوف المكان اللي قاعد تبحث بيه وبالتالي ما تعمل له ديستراكشن. فاذا انت استخدمت ووتر، اول شيء راح تقلل الافيشنت بالكاتنج، وثاني شيء راح يقلل عندك الفيجن الرؤيه مالتك، وبالتالي راح يكون ايضا الموضوع عبثي. فبدون كولنت احنا غالبا نستخدم الالتراسونيك تيب نبحث بيها حتى يصير عمليه الكاتنج هي افيشنت وفيجن اوضح، وايضا نسيطر على الاتجاه مالت الحركه مالتنا. سؤال دكتور، ماذا عن الامرجنسي كيسز؟ هل ليهم علاقه بحاجه معينه اثناء فتحه الاكسس او ما ليهمش اي بروتوكول معين؟ امرجنسي يعني قصدك فقط اكسس اوبننج؟ يس الاكسس اوبننج يعني في اول مراحل تحسه صعب، لكن لما تتدرب عليه الاكسس اوبننج ما راح ياخذ من عندك اكثر من 10 دقائق صراحه. فالاكسس اوبننج في حال انه انت مستعجل تقدر تعمله بشكل مجرد تزيل جزء من الروف بحيث يكشف لك التشامبرز، تشيل جزء من العصب فقط من الكورونال بارت، العصب من الكورونال بارت اوف ذا روت، تعمل اريجيشن بسيط. وفي حال انه يعني هذا ليس برو هذا يعني مو بروتوكول نصيحه، لكن هذا يعني في حال انه انت مستعجل او عندك امرجنسي صحيحه او عندك حاله ما تقدر تكملها وما عندك الوقت انه تكملها، مجرد اعمل البلب ريموفال من الكورونال بارت، بقي اترك الكورونال بالراديكولار بارت، اعمل كورونال بارت ريموفال صوديوم هايبوكلورايت اريجيشن، بعدها اقفل بتيفلون وحشوه مؤقته. وبالجلسه القادمه يفضل انه انت تعمل الخطوات اللي هي بشكل صحيح وسليم حتى يسهل عندك عمليه الانسترومنتيشن وعمليه الكريز الكامل، ريموفال بالكامل والديس انفكشن، وبعدين الريستورابيلتي حتى تحدد الريستورابيلتي. ودائما بالامرجنسي ركز على مناطق الديب مارجن حتى تعرف التوث هذا ريستورابل اور نوت، ممكن امكانيه الريستوريشن مالته راح تحتاج وقت اكثر حتى ترفع مثلا ديب مارجن بجلسه الريستوريشن، راح تحتاج فد مواد معينه وهكذا حتى يصير عندك تصور للحاله. دائما ابدا بالامرجنسي كيسز، طلع المارجن، خلي تشوف المارجنز، وبعدها شيل الشامبرز. سؤال صغير دكتور، نحب نختم هذا اللقاء بسؤالين اخيرات باجابه سريعه باش ما ناخذوش وقت كبير. السؤال الاول، اثناء فتحه الاكسس يصير معانا بليدنج لا متناهي، ومعاش غالبا معاش تقدر تشوف ومعاش تقدر تركز، كيف تقدر تسيطر على هالموضوع؟ هل تجفف ولا كيشن تستعمل بالضبط؟ هذا النتيجة هو الانفكتد بلب، هو الانفكت الهيلثي بلب دو نوت بليد، اونلي انفكتد بلب بليد. فاذا انت صار عندك بليدنج كبير معناها عندك انفكتد بلب، تستخدم يا اما بروب تحاول تعمل بيه سكراتشنج تشيل بيه جزء البلب الانفكتد اللي هو قاعد جاي يصير عندك بيه بليدنج، وتحدد مكان القنوات باستخدام البروب، وبعدها تستخدم صوديوم هايبوكلورايت فقط، مجرد صوديوم هايبوكلورايت بالتشامبر حتى يعمل صوديوم هايبوكلورايت يعمل كلوتينج للبليدنج ويوقف او يخفف عندك عمليه البليدنج. ان شاء الله نوضحها بطرق تفصيليه اكثر، بس لانه الوقت ما يسعفنا صراحه اعتذر جدا، لكن هو الفكره انه انت تستخدم صوديوم هايبوكلورايت وتزيل جزء الكورونال بارت اللي هو انفكتد اللي يصير بالبليدنج. تمام دكتور، كل الشكر ليك. طبعا باقي الزملاء اذا كان معانا اي اسئله دونوها في التعليقات، ما نحبوش ناخذ من وقت الدكتور المحاضر التالي، دونوا لي في التعليقات والدكتور حيجاوبنا اي حاجه. اي احد يحب يبعث لي الاسئله على الماسنجر انا راح اجاوب ان شاء الله، ويعني ما راح اتوانى عن اجابه اي احد. محتمل انه انا اسهى او ما اشوف الاسئله او يعني ما راح اقدر اجاوبها كلها بالكامل، فالماسنجر مالتي مفتوح وموجود وحياكم الله في اي وقت، والمحاضره ايضا موجوده ان شاء الله. طبعا معانا الدكتور ليث حسين مؤسس الايدكس في العراق، حب يرحب بضيفي العراقي الدكتور احمد حميد، وحب انه يفتتح معانا اول محاضره عراقيه. هو للامانه دكتور ليث اذا كنت تحب موجود حتتعب، لان معانا تقريبا 11 سبيكر عراقي، فالموضوع حيكون لك مرهق جدا. حبيبي حياكم الله وعاشت ايدك على المبادره زين، ان
كانت فكرة بسيطة بدأت بمصر، وبعدين الحمد لله صار مؤتمر كبير وتقريبا من أكبر المؤتمرات اللي احنا نشوفها على مستوى الوطن العربي، مؤتمر أونلاين صار. إن شاء الله تكون هاي النسخة الأولى ومو النسخة الأخيرة. بالإضافة أحيي دكتور أحمد حميد، يعني هو غني عن التعريف، من البصرة أخوي وحبيبي وعزيزي دكتور ليك. حبيبي حبيبي سالم راسك، ونعم من عندك وعاشت إيدك على المحاور دكتور. يا دكتور ليك أتمنى أقدر ألحق أحضرها كلها كاملة، بس شوية بسبب الوقت ما أسعفني ما قدرت ألحق. حبيبي انت دكتور ليث دائما موجود بالقلب. كنت نحكي للدكتور احمد، الدكتور ليث قلت له ان المؤتمر كامل قائم على المحاضرين العراقيين، لو المحاضرين العراقيين يحولوا يدهم من المؤتمر، المؤتمر نتوقع انه ينهار. لا حبيبي تبارك بالجميع ان شاء الله. جزاكم الله كل الخير وكل الشكر والحب ليكم على دعمكم ووجودكم معنا. على راسي حبيبي. مساكم الله بكل خير أحبابنا أينما كنتم. تابعنا في هذه المحاضرة طول فترة اللايف دكتور أحمد، لربما كنتش معنا 3400 طبيب معاك على اللايف طول فترة المحاضرة. الحمد لله. الله أينما كانوا. شكر ليك لأنك شديت الحضور طول هالفترة الحمد لله. حبيبي حبيبي نبراس، إن شاء الله السنة الجاية يجيب لك دكتور أحمد حميد المصر. يا رب يا رب إن شاء الله إن شاء الله. وتحية لكل الإخوة والأهل العراقيين، وبإذن الله نوعدكم في نزلة قريبة ونشوف العراق قريبا بإذن الله. لكم كل التحايا من وسط القلب، ونلقاكم في بإذن الله في محاضرة الدكتور أحمد شوقي. طبعا شكر كبير للدكتور أحمد أحمد، ترك لنا إن احنا نخلو المحاضرة محفوظة، والمحاضرات اللي الزملاء يعطوا فيها الإذن حتترك محفوظة بإذن الله. ما حبيتش إني نقيد المحاضرين ونحرجهم بهالأمر، ولكن الدكتور اللي يعطي الإذن لبقاء المحاضرة فهي ستبقى محفوظة بإذن الله، لأن أغلب المحاضرات من محتوى محاضراتهم الخاصة في كورساتهم المدفوعة. فجزاك الله وكل خير، ألقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله. مع السلامة. مع السلامة.